معي الأخ فؤاد شاهين أظن من المغرب أو من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي فؤاد. مساء الخير أستاذ. مساء الخيرات. بالليل وحضرة الشيخ. معك، تفضل أخي فؤاد. ما حكم نبو نعرف حكم الزكاة في الشخص يربي في الأبقار وعلما إنه يعطي يعني يعطي في الاكل نتاع الابقار عن طريق الشراء، يعني علف يعني. ان شاء الله تعالى تسمع الجواب. ماشي اوكي، شكرا لك اخي فؤاد. ابو حمد من السعوديه، تفضل اخي ابو حمد. ابو حمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نسمعك ابو حمد، تفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. أنا عندي بسأل عن شركات التأمين. نعم. أنا موظف ولكن تخصصي الله يكفينا الشر في الحوادث. هل يعتبر فيها مثلا الشغل فيها محرم حرام، أو مثلا من ناحية بعضهم يقول لا أنت موظف مالك ذنب اللي تسوي الشركة زي كذا؟ هذا سؤال بعد. الله يجزاكم خير. حياكم الله أبو حمد، تسمع الجواب. أحمد مصطفى من السعودية، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أحمد، لو خفضت صوت التلفزيون شوي. شغال صيدلي ومعنا صيدلية، وبس بسأل على موضوع إن أنا طبعا نستخدم إحنا ال كالبنك، يعني بيبقى هو الضمان بتاعنا عشان خاطر نشتري الأدوية أو كده يعني، فلازم يبقى المال بتاعنا في البنك. فهل ينفع ان انا دلوقتي احط الصوره في صور من الصور، يعني بحيث ان انا اقدر احط المال في البنك ما تبقاش حرام يعني؟ السؤال ليس واضحا اخي احمد. يعني قصدي يعني سؤالي ان انا وضع المال في البنك، يعني ما ليش طريق ثاني غير ان انا احطه في البنك عشان خاطر الصيدليه، يعني بحيث ان الصيدليه يبقى ليها ضمان معين في البنك. طيب حطه في بنك اسلامي. واضح السؤال؟ انا اقول لماذا لا تضعه في مصرف اسلامي؟ هو للاسف عندنا في القاهره او في مصر يعني بصفه عامه حاليا، طبعا انا في السعوديه لكن الصيدليه في مصر، وللاسف ما فيش موضوع المصرف عندنا حتى في البلد اللي انا بعيش فيها. يعني أخي أحمد، الدولة تلزم صاحب الصيدلية أن يضع مبلغا من المال كتأمين؟ شركات الأدوية. شركات عشان تديك لازم يليك سهم معينة في البنك، بحيث أن أنت عن طريقها بتروح تاخد فلوسها من البنك مباشرة مش منك أنت يعني. تسمع الجواب، شكرا لك أخي أحمد. فضيل الشيخ، لعلي نجيب على الأسئلة، لا سيما أن الوقت ربما يعني لا يكفي. الأخ عمر فكري يتساءل عن التمويل العقاري، كيفية التمويل العقاري، ولعلك أجبت على هذا السؤال وقلت أنه عن طريق عقد الاستصناع. هل لك تعليق فضيل الشيخ؟ يعني لو أخذنا صورة بسيطة، مثلا إذا كان هناك أرض أو كان هناك عقار، المصرف يتملكه ويشتريه دون أن يلزم العميل بأي شيء، ثم يقول له هذا هو قد ملكناه وصار بحوزتنا، تريد أن تشترين عين الثمن، يقص بيع بالأقساط، انتهت العملية. قضية الاستصناع اللي هي البناء سبق توضيحها. أي نعم. أخ علي فضيل الشيخ يعني يقول أنه لما فصل الغطاء الأوراق المالية أو الأوراق النقدية حينما تخلت الدول عن الغطاء الذهب، هنالك من قال بأنه الآن لا يجري الربا في الأوراق النقدية، رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ يعني قرارات المجامع الفقهية تقول الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، فالآن لا شك أن الأوراق النقدية تقوم مقامهما. الآن ما هي طريقة مقايضة السلع؟ يعني السلع تنتقل، الآن تنتقل من يد المشتري، من يد البائع ليد المشتري، ايش الوسيله؟ ما هو اما يكون دينار مثلا ذهب او درهم فضه او ما يقوم مقامهما، وهي هذه العمله، فسواء كانت مغطاه ولا غير مغطاه هي الان تقوم مقامهما، ولذلك يجري عليها حكمهما. نعم.
ولعل هذا هو رأي جمهور الفقهاء، ليس هناك خلاف يعني، إلا من هناك أقوال شاذة يعني من بعض المعاصرين ذهب إلى أنه لا يجري فيها الربا. وحينما نقول أنه لا يجري فيها الربا يعني هناك أحكام أخرى ليس فيها زكاة أيضا، ليس كذلك فضيلة الشيخ؟ طبعا في ستترتب على القضية يعني أشياء كثيرة، يعني لا شك أن فيها متناقضات، يعني فيها يعني أشياء باطلة تترتب على القول هذا.